السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 127 مع كلمة مهمة جدا وهي كلمة sanctuary. sanctuary هيا نتعلمها في أمثلة وأحمل مرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، ولا تنسى مشاركة هذا الدرس لجميع أصدقائك أيضا. كلمة sanctuary تأتي بمعنى عقد 100 عام أو قرن. sanctuary sanctuary نأخذ أمثلة على كلمة sanctuary حتى نتعلم كيف نستخدمها. المثال الأول: after a century، بعد قرن، بعد 100 عام يعني. after a century electricity، electricity الكهرباء، was still being، was still being كانت لا تزال، generated generated مولدة مولدة. after a century بعد قرن، electricity was still being generated كانت الكهرباء لا تزال مولدة. إذن خلنا نأخذ مثال ثاني على كلمة century. 18th century pottery. 18th century pottery. 18th century pottery شعر القرن الثامن عشر. خلينا نقرأها سويا. 18th century pottery. pottery شعر. pottery شعر. إذا شعر القرن الثامن عشر. حاول تكرار هذه الجمل 5 مرات لكل عبارة حتى تحفظها بشكل جيد، واكتبها في كراسك أيضا. المهم نأخذ المرادفات الآن. century century coupling قرن أو قرنة عفوا. connection ارتباط. pairing اقتران. هذه أهم مرادفات كلمة century، حاول كتابتها وحفظها أيضا. أما الآن حاول أن تستخدم كلمة century في جملة، ضعها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو. ممتاز، انتظرنا بالحلقة القادمة إن شاء الله 128 مع كلمة مهمة جدا أيضا وهي كلمة certain. certain سوف نشرحها بالتفصيل. انتظرونا بالحلقة القادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.